معكم حسين إدريسي رئيس جامعة الترابية المرس. حضرنا هذا المنتدى كضيوف لأن نعتبره يعني رئيس جامعة مجاورة لمدينة بولمان. المنتدى يأتي يعني تتويجا يعني لواحد الدور الكبير اللي كتلعبوا جمعية ملتقى أدرار، يعني اللي كتعطي واحد الاهتمام كبير للشباب وخاصة المتمدرسين المقبلين يعني المدارس العليا. وخصنا نعرفوا بالنسبة يعني التنمية ككل فهو العمود الفقري ديالهم وهو الشباب وهو الإنسان، يعني إذا وجهنا هاد الناس هادو يعني في الاتجاه الصحيح غادي يكون الأثر الإيجابي إن شاء الله. وكما كتعرفوا أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هي دايرة يعني واخدة هاد العنصر يعني كمادة أساسية يعني في البرامج ديال التنمية ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. فصراحة هاد الجمعية جمعية ملتقى أدرار كنحييها يعني عاليا، لأنها طيلة السنة كتشتغل مع التلاميذ، راه ماشي يعني نقولوا هاد المنتدى هذا اللي هو يعني محطة وحيدة، وإنما يعني تخللت هاد السنة مجموعة المحطات مع التلاميذ في المرافقة ديالهم في المواكبة ديالهم، يعني من أجل فهم يعني ما يقع يعني ما وراء البكالوريا، لان ما كتعرفوا هاد يعني نقدروا نسميوها المناطق يعني البعيده على المدن الكبرى، فكتكون يعني ما عندهاش معلومات، ما عندهاش يعني المعلومات الكافيه حول المدارس يعني الوطنيه، ولا سيما ان الحمد لله يعني بالنسبه للتلاميذ ديال المناطق متفوقين، يعني كتكون ولوج المدارس العليا يعني بواحد الكثافه كبيره، اللي نقدر نقول لك ان كاين مدارس ديال المهندسين ديال التقنيين ديال الطب ديال التعمير ديال الحمد لله. لا يسعنا الا ان نشد بايدي هاد الناس اللي يعني كيقربوا نفوسهم من هاد التلميذ هذا. كذلك كنحيي رجال يعني الاعلام يعني وعلى رأسهم يعني انتم كإعلاميين يعني اللي تنوير رأي العام حول ما يجري داخل هذه المناطق، وتحية لكم ومرحبا بكم في مدينة بولمان.